السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل داجي مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط مع المقطع الثاني الآفات مع المقطع الثاني الإعلام والمجتمع مع تحضير نص فهم المنطوق الإعلام في خدمة المجتمع. أولاً نبدأ بقراءة النص ثم نجيب عن الأسئلة الآتية. الإعلام ظاهرة من ظواهر الكون وسنة من سنن الحياة، وبدون الإعلام كان من المستحيل أن تنمو المجتمعات وأن تتنقل التجارب والخبرات وأن تتراكم المعارف والمعلومات. الإعلام نعمة من نعم الله ليست مقصورة عن الإنسان وحده، بل هي نعمة تشترك فيها كل الكائنات. فالنظام الدقيق للنمل والنحل وغيرها من الكائنات لن يأتي إلا ضمن اتصال محكم وخبرة منقولة من جيل إلى جيل. ولكن الله ميز الإنسان عن غيره من الكائنات بقدرته على اختزان المعرفة. عمران، وتطويرها وتجميع المعلومات واسترجاعها. كما ميز الله الإنسان بقدرته على تطوير وسائل اتصاله، فمن الإشارات والرسوم إلى الكلمات المنقوطة والحروف المكتوبة، ومن الإعلام الذاتي إلى الإعلام الشخصي، ومن الإعلام الجماعي إلى الإعلام الجماهيري، ومن الإعلام المحلي إلى الإعلام الدولي. الإعلام نعمة من نعم الله لا يدرك قيمتها إلا من عاش معزولا عن الناس عزلا تاما، أو من فقد القدرة على الشم والسمع والكلام والنظر واللمس. ولقد أثبتت الدراسات العلمية أن الإعلام ضرورة ماسة للإنسان وعامل مساعد على تطوير عقله ونفسه ومساعد لنمو جسمه. إن مفهوم الإعلام اليوم لإعلام اتسع حتى شغل أسلوب من أساليب ونقل ومساعد حتى لنمو جسمه. إن المفهوم العلمي اليوم لإعلام اتسع حتى شغل كل أسلوب من أساليب جمع ونقل للمعلومات والأفكار، طالما أحدث ذلك تفاعلا ومشاركة من ظرف آخر مستقبل. أنهينا قراءة النص، نبدأ الآن بحل الأسئلة. أنتجوا مشافة. السؤال الأول، أشرح الكلمات. اختزان، ادخار. نعم، اعتمادا على ما سمعنا. ما علاقة الإعلام بالحياة الاجتماعية؟ الإعلام وسيلة مهمة في الحياة الاجتماعية، فبفضلها نمت المجتمعات وانتقلت المعارف والتجارب. نعم، بين من خلال ما سمعت كيف تطور الإعلام عند الإنسان. الإجابة هي: طور الإنسان الإعلام من وسائل بدائية كالإشارات والرسوم إلى كلمات منطوقة وحروف مكتوبة، كما طوره إلى إعلام ذاتي إلى شخصي، ومن جماعي إلى جماهيري، ومن محلي إلى دولي. ثلاثة، اذكر عبارات من الخطاب المستموع تبرز أهمية الإعلام. العبارات التي تبرز أهمية الإعلام هي: الإعلام نعمة من نعم الله ولا يعرف قيمتها إلا من عاش معزولا بلا سمع ولا نظر ولا لمس، وهو وسيلة من وسائل التي تكمل نمو الإنسان النفسي والعقلي وحتى الجسمي. الفكرة العامة، تطور الإعلام الحضاري ودوره في نمو المجتمع. نعم، الأفكار الأساسية. الفكرة الأولى، الإعلام ودوره الضروري في الحياة الاجتماعية. نعم، الفكرة الثانية، تطور الإعلام عبر العصور.
الفكرة الثالثة، أهمية الإعلام الحضاري في حياة الإنسان. نعم، المثل العام. الإعلام هو الثقافة الحقيقية التي تشكل وجدان الأمة. أنتجوا مشافهة ورد في الخطاب المسموح، وبدون الإعلام كان من المستحيل أن تنمو المجتمعات. نعم، اشرح. نعم. هذا القول في بضع عبارات مترابطة. ممتاز. الإعلام مجموعة من قنوات الاتصال المستخدمة في نشر الأخبار والإعلانات الترويجية، فما هو دوره؟ إن الإعلام دور هام في تغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق عن كل ما يحدث فيه، ويفيد المواطن في الوقوف عن كل المستجدات أولاً بأول مما يفيده في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية، كما أن الإعلام الحقيقي دور الحرية الذي يعمل من خلالها أهل الإعلام لأداء رسائلهم وأن يكونوا رأياً ناصحاً وعيناً ناقدة ورسالة سامية حينما يستفيد الفرد مما يقدم له في تلك الوسائل، فإنه يصبح مواطناً صالحاً يحترم كل من حوله، وبالتالي يصلح حال المجتمع عبر ربطه بما تناقشه من قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومن ثم يعمل على زيادة لحمة ثقافة المجتمع بوطنه وقيادته. وعليه تعتبر وسائل الإعلام صوتا لمن لا صوت له، وتمثل رأي الشعب مع العلم بأن وسائل الإعلام المتمثلة في وقتنا الحاضر بالتواصل الاجتماعي هي الأسرع انتشاراً، وخاصة التي تدافع عن قضايا الشعب ومشاكله، فهي تشكل سداً منيعاً تجاه كل من يسبب الإضرار بالمجتمع من عادات سيئة، ويحرص مثقوف العالم من علماء ومفكرين عن بحث ونشر كل ما يمكن استفادة البشرية منه من بحوث وتجارب واختراعات واكتشافات، كما يمكن تبادل وجهات النظر والأفكار لما يثري عقول المتلقى، مما يدفع المجتمعات إلى الأمام، وبالتالي يتقدم إلى الأمام، وبالتالي تزداد الثقافة والمعرفة لدى الجميع. أحضر، دعاك المدير لطرح فكرة إنشائية، إنشاء الإذاعة المدرسية في اجتماع النوادي الثقافية للمتوسطة، فاحتجت إلى تحضير كلمة تتناول أهمية الإعلام في المجتمع عموما في الوسط المدرسي على الخصوص. استعن بالنص وسائل الإعلام لتعرف على اتساع لقعة التواصل بين البشر بفضل النقلة النوعية التي وفرتها الشبكة العنكبوتية في العصر الحاضر. نعم، تعتبر شبكة الإنترنت من أهم الاختراعات في العصر الحالي، وذلك لأنها أحدثت تحولاً جذرياً في حياة المجتمع. لقد أصبحت المعلومات والأخبار في متناول الأيدي، وأصبحت التواصل بين الناس أسهل وتكلفة بسيطة، وسهلت الكثير من المعاملات عن الناس، مما دفع الفواتير وشراء الحاجيات، إضافة إلى التجارة الإلكترونية، وأصبحت رائحة بشكل كبير، وفي بعض الدول أصبحت الإنترنت حقا من عقول الإنسانية، أصبحت الإنترنت تعتبر من أهم وسائل التواصل بين الناس، وهناك العديد من الوقائع التي تتيح للناس التواصل من خلالها، مثل الفيسبوك والميسنجر والإنستغرام، ويتميز الاتصال عبر الإنترنت برخص التكلفة المادية مقارنة مع الاتصالات الهاتفية، كما تساعد على تطوير المهارات الذاتية للأفراد عن طريق التواصل مع الأشخاص من ذوي الخبرة في التخصصات المختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب بطريقة سهلة.
وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.